أبدأ معك أريج ونطلع منك على آخر المواقف من روسيا فيما يتعلق بما تسميها العملية العسكرية، واليوم الأنظار كلها بطبيعة الحال في بخموت بعد كثرة الحديث عن سيطرة 85% للقوات الروسية من هذه المدينة. نعم كارولينا، المعارك ما زالت مستمرة كما تتحدث مصادر روسية قريبة من شركة فاغنر، حيث تخوض هذه الشركة ومقاتلوها أغلب العمليات القتالية في الناحية المذكورة في باخموت. وهناك بعد التقدم الأخير الذي حققته هذه الشركة في هذا الموقع وبعد رفعها العلم الروسي الذي نتذكر أنه كان قبل يومين، من الآن على مبنى للإدارة المحلية والذي يمثل السلطات الشرعية في تلك المنطقة، اعتبرت روسيا أنها تسيطر قانونيا على هذه البلدة، وقالت أنها ستستكمل توجهها نحو المناطق الغربية حيث ما زالت تتحصن بقايا الوحدات العسكرية الأوكرانية. على صعيد متصل طبعا، خاضت أيضا القوات الروسية وفق بيانات وزارة الدفاع الروسية معارك في إلى جنوب من باخموت في منطقة أفديفكا، حيث بدأت أيضا تتجه إليها الأنظار مؤخرا هنا لجهة التقدم العسكري المنتظر، وذلك لما تحاول روسيا التأسيس له ليكون منطلقا لتقدمها ربما ناحية الشمال، شمال دانييتسك سيفيرسك وأيضا سلافيانسك وكراماتورسك اللتين تضعهما نصب عيونها في إطار هذه العملية منذ أشهر. نعم. أيضا تحدثت المصادر الروسية أو القريبة من السلطات الروسية ناحية زاباروجيا، وكنت قد ذكرت عن زيارة الرئيس الأوكراني إلى بولندا، تحدثت هذه المصادر.